السلام عليكم أيها الأحباء أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحباء، منذ سقوط النظام الصدامي الساقط تنفس أبناء الشعب العراقي الصعداء في ممارسة شعائرهم الدينية، وعلى وجه الخصوص في ممارسة شعيرة زيارة الأربعين، وهي مكسب من المكاسب التي تحققت بعد العام 2003. دون أدنى شك أن الشعب العراقي شعر بأنه استعاد شيئا من حريته، استعاد شيئا من حقه في إقامة شعائره التي تحث عليها الشريعة. هذا أمر مفروغ منه، ولكن منذ أن استعاد الشعب العراقي حقه هذا بدأت الهجمة الشرسة من قبل الاستكبار العالمي على هذه الشعيرة بالتحديد، بغية تسطيحها، بغية العمل عذرا على تتفيهها وعلى إحداث الشك والخرق في المنظومة المفاهيمية والقيمية للشعب العراقي التي تكرس العمل باتجاه براءة الذمة. هذا العمل لم يكن عملا ارتجاليا، إنما هو عمل مدروس مخطط شارك فيه جيش عرمرم، سواء كان جنوده من الداخل أو من الخارج، شارك عدد من الشباب الساقطين والساقطات ليكونوا جنودا في هذا المجال. هذا موضوع حلقتنا التي تحمل عنوان الحبل السري بين تدنيس القرآن الكريم والهجمة على زيارة أربعينية الإمام الحسين صلوات الله عليه. أيها الأحبة، معكم علاء فاضل في التقديم، والإعلامي قاسم العجرش في الإعداد، وفي الإخراج معكم أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نأخذ أهم المقالات التي كتبت حول الموضوع، فتعالوا معي لنقرأ سوية مقطعا من مقالنا الأول الذي حمل عنوان زيارة الأربعين والحرب الناعمة، الأبعاد والمعطيات، الكاتب علي كريم الشمري. تعالوا معي. مع اشتداد ذروة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، نشطت ماكنة إعلامية ممنهجة ومدروسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المسمومة للتشويش على هذه المسيرة الحسينية الحضارية المليونية، والسعي لخلق ضغينة ضد ضيوف العراق من الزائرين الإيرانيين تحديداً، والتعامل معهم بانتقام أو الإساءة لهم من النفر الضال. مدونين دونية انساقوا مع هذه الحملة المنظمة بقصد أو دونه، بحثاً عن المال والطشة الوهمية وتواترات المنشورات والتغريدات المسيئة لتحقيق مآربهم الدنيئة. الحرب الناعمة على الشعائر الحسينية والشيعة ليست جديدة، لكنها بدأت تنشط خلال السنوات الماضية بقوة. لماذا؟ مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي تفضلا للترحيب بضيوف الأكارم رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقنة. مرحبا بك. أهلا وسهلا. الكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ كاظم الحاج، مرحبا بكما، ضيفين كريمين. أستاذ صباح، مخابرات دولية تدفع الكثير من الأموال، أموال طائلة تسخر من أجل النيل أو تشويه زيارة الأربعينية، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سعد علاء ولضيفك الكريم. مرحبا لجماهيركم. يعني هذا ليس بشيء جديد حتى نقول بأن هذا الأمر هو جديد لهذه السنة. نريد نوضح الأمر للناس. يعني السابقة ما حصل هو حتى في التاريخ، يعني هذا الشيء موجود، عندما كانوا دائما يشوهون على زيارة الإمام الحسين، أو مثلا يقطعون السبيل لزيارة الإمام الحسين وكذلك يمنعون الناس من زيارته، أو يأتون ببعض الروايات والأحاديث الكاذبة هنا وهناك لإسقاط قدسية الإمام الحسين في الأعين، ويقول بأن الإمام الحسين
قد قتل بسيف جده، وأنه خرج على إمام زمان على إمام زمانه، وأنه فتوى رسول الله هو الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام عندما قال يعني من خرج على أمركم هذا فاقتلوه كائنا من يكون. بالتالي كان هي الفكرة هي أن يسقط الإمام الحسين من الاعتبارات، ومن ثم عملية إسقاط الإمام الحسين بقضية الزيارة وغيرها. لا شك أن هذه الزيارات هي تعتبر من أعظم الزيارات، زيارة الأربعينية الإمام الحسين، وكذلك تعتبر من المؤشرات الواضحة على قوة الشيعة في العالم وليس فقط في العراق، وأيضا هو مؤشر على أنه العراق هو مجتمع عقائدي، لا كما يوصفون بأنه مجتمعات متفرقة أو مثلا متبنيات قومية أو متبنيات أخرى، وأيضا أنه هذه الزيارة كشفت عمق التلاحم الاجتماعي وعمق التكافل الاجتماعي فيما بين المواطنين. هذه طبعا يعني قوضت عروش الدول الاستكبار والدول التي لا تريد العراق أن يصل لهذه المديات. هم في كل يوم يصنعون الأزمات ويحاولون نشر الفاحشة فيما بين المواطنين وإنشاء أفكار جديدة من أن المثلي هو سيكون إنسان قوناً الأفعال وكل التصرفات. عفوا أستاذ صباح بعد إذنك، يعني اللي تفضلت به ربما به ملمح من ملامح يعني الاستهداف الطائفي، هذا يمكن أن يصبح في البلدان التي يعني ربما تختلف طائفياً أو تنصب العداء لطائفة محددة من طوائف المسلمين. ما بال يعني المخابرات العالميه كمخابرات اوروبا مخابرات امريكا؟ تاكيد تاكيد ان هم، انا قلت لك الحسين يعني الحسين عليه السلام هو يمثل نقطه خطر لكل الظالمين في العالم، وايضا هو مؤشر خطير بالنسبه لهم. يعني في اي بلاد اذا سمعوا اسم الحسين، ربما هذه البلدان التي هي تحكم بالظلم او تحكم بالقائد الواحد والفكر الواحد كما كان في زمن صدام، حتما سيخافون من شيء اسمه الحسين، لانه هذا سوف يحرك الماء الراكد ويحرك الشعوب باتجاه الثوره. لهذا هم يريدون ان يسقطوا الشعائر من الاعتبارات حتى تسقط مفهوم يعني ثورة الإمام الحسين من شعور ووجدان الناس، وهذه طبعا ينفقون عليها المليارات والملايين، لكنهم لا يصلون، يستحيل أن يصلوا، وهناك تزايد في عدد كبير من الزيارات، وهناك أيضا تلاحم من مختلف الطوائف لهذه الزيارة، لا حتى كما يقال بأنه زيارة الإمام الحسين مقتصرة على الشيعة، ولكن زيارة الإمام الحسين أصبح يعني محط كل الناس في دول العالم وكل المذاهب والأديان وحتى الطوائف المختلفة. طبعا هذا كأنهم لم يسمعوا لسان حال الشيعة عبر التاريخ، اللي يقول لو قطعوا أرجلنا واليدين ما تفعلونه لن يعيق أحباب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أستاذ كاظم مرحبا بك مرة أخرى. بعض المتصيدين في الماء العكر يعيبون على الباذلين تقديمهم لهذه الوجبات الباذخة لزائري الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نقول عذرا بعضهم شيعة، هؤلاء يعني مغفلين لو جنود في مشروع ما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الفاضل والأخ العزيز الصباح، وطبعا لكادر ومشاهدي وإدارة قناة الأيام. مرحبا بك. ابتداء سيد الفاضل، الحرب حرب عقائدية، وهناك محورين يتصارعان في العالم، محور يذهب باتجاه إحقاق الحق وإقامة حكومة العدل الإلهي، ومحور آخر ذاهب باتجاه تحويل الباطل إلى حق وإقامة حكومة الشيطان. الفيصل بينهما هو العقيدة، وبالتالي كلما كان الإنسان معتقدا بطريق يعتقده صواب ذاهب باتجاه أن يكون جنديا من حيث أراد شعر أو لا يشعر، هو يرجح كفة محور على محور آخر. وبالتالي ما حدث بعد عام 2003، والأمر ليس من عام 2003، وإنما منذ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قالوا هذا ساحر ومجنون، من هناك بدأت الحرب الناعمة والتي استخدمت فيها القوة الناعمة من أجل تغيير قناعات الناس وإبقاء حكومة الشيطان في ذلك الوقت، ومحاربة الحكومة الإلهية بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستمر هذا الأمر على مدار الفترة الزمنية وهذه المسافة التي قطعت في عمر الإسلام، وصولا إلى ما حدث أيام حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف استخدمت أيضا الحرب الناعمة في تشويه صورة الإمام علي عليه السلام، بحيث عندما قتل واستشهد داخل المحراب، من استهدفوا بهذه الحرب الناعمة تساءلوا، أو يصلي علي
نعم. إذن هناك غسل للأهل دمشق أهل الشام. أهل الشام. وهذا الأمر استمر إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ومن ثم إلى الإمام الحسين، والانتقال في عقيدة الناس والإيمان بالرسالة المحمدية الأصيلة، ووصولا ما حدث من ثورات متعاقبة إلى وصولا إلى عام 2003. بعد عام 2003 نعم كانت هناك ممارسة لزيارة الحسينية وخصوصا زيارة الأربعين، لكنها كانت محاربة بشكل كبير جدا. نعم. وما تفضلتم به من مثل من قطع الأيدي والأرجل وغيرها كلها. نعم. كانت تمارس ضد زوار الإمام الحسين. الحسين ليس لأنه الحسين ابن علي ابن فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحسين كعقيدة منهج، الحسين كفكر، الحسين كخط، الحسين كتأثير على الناس. وبالتالي ما حدث في عام 90-91 في الانتفاضة الشعبانية كان حسينيا، كان انتفاضة حسينية، إيمانا بالحق، إيمانا بهذا الخط المقاوم للباطل، تم وانتفض العراقيون. ولولا حكومة الشيطان لاستطاع العراقيون بدون أن يتدخل الأمريكان بإسقاط النظام. لكن هذه المؤامرة التي تواطأت حكومة الشيطان أطلقت يد النظام في حينها، وسمح له باستخدام الطائرات والمدفعية والدبابات حتى استهدف الضريح المقدس للإمام الحسين سلام الله عليه. وبالتالي سيد الفاضل، الآن عندما نذهب باتجاه أن تكون الزيارة مليونية، وإجابة على سؤالك، حتما أن هذا الأمر لا يسر صانع الخطة ومطبقها لمن يريد أن يذهب باتجاه الحكومة الشيطانية، لأن هناك انتصار العقيدة الحقة، وبالتالي ترجيح كما قلنا في بداية الكلام للحكومة الإلهية، لمن يؤيد الحكومة الإلهية. وهنا لابد أن يكون هناك محاربة. طبعا الحرب الصلبة تستخدم عندما يكون هناك يعني يأس في أن يكون هناك تغيير، وبالتالي استخدمت ضد زوار الحسين بالمفخخات، بالانتحاريين، بالانغماسيين، بغيرها من المسميات التي شاهدناها وشاهدها العراقيون. الآن بما أن هناك اتساع وزيادة سنوية، والاتساع في العمل الإيمان المؤمن به الإنسان تأثيره يكون أكبر، لا شك. لذلك ما تفضل به أستاذ صباح على أن زيارة يعني بعدت عن المساحة الشيعية، الدائرة الشيعية أصبحت مستثناة الآن، ولا حتى الدائرة الإسلامية. في هذه الزيارة وجدنا مسيحيين، في هذه الزيارة وجدنا من طوائف أخرى. نعم. بمعنى أن تأثير الشيعة في إقامة الشعيرة الحسينية، والشعيرة يا أما منصوص عليها من الإمام أو مارسها الإمام، لذلك هذه واحدة من الأسباب الأساسية التي استمر عليها الشيعة. هنا الخطر يتعاظم، وبالتالي لابد من مواجهة، والأدوات التي يستخدمها العدو بالضبط حتى ترجعنا لسؤالنا يعني في نعم في استهداف الشعيرة. يأتي عادة ديكارت يقول أنا أشكك إذن أنا موجود، بينما القاعدة الإسلامية تقول أنا مؤمن أنا موجود. فهو ماذا يذهب؟ هو يريد أن يحول الحالة الإيمانية إلى حالة تشكيك، وبالتالي ينفذ إلى أجل زعزعة العقيدة. القناعات من أين يبدأ؟ يبدأ من الحالة التي يتحدث بها الناس. الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج قانون أو قاعدة الزائر الدولي، بمعنى أنها تنتخب مجموعة من الأشخاص، تأخذهم للولايات المتحدة الأمريكية، تضع لهم برنامج خاص، ومن ثم تعيدهم إلى بلادهم يتحدثوا. الزائر عندما يكون لدينا أكثر من 5-6 مليون زائر أجنبي يعود ليتحدث عما رآه في كربلاء، هذا مكمن خطر يعني، على مستوى خدمة، على مستوى غذاء، على مستوى منام، على مستوى ترحيب، على كل المستويات التي توفر للزائر أن يكون في حالة اطمئنان وتؤهله لأن يؤدي الشعيرة بأريحية كاملة وباطمئنان كامل، هذا أمر خطير جدا. لذلك يذهبون باتجاه استهداف هذه العناوين، منها ما تفضلتم بها عفوا وإجابة على سؤالكم، هو مسألة الإطعام. لأنه من غير المعقول أنه في فترة 10 أيام أو 15 يوم
أن يكون هناك 25 مليون زائر ولا يشتكي منهم أحد في مسألة الأكل على سبيل المثال أو الماء، أو الماء يعني كمية الماء المصروفة فقط، فقط كمية الماء المصروفة يقدر على أنها أكثر من 8 أو 6 مليار دولار فقط كمية الماء المصروفة، غير الأكل، ميزانية كبرى يعني. غير الأكل نعم. وبالتالي هذا الأمر إن استمر لا يصف في مصلحتهم، لذلك يذهبون لذلك يذهبون في التصيد بالماء العكر. حالة سلبية هنا ضمن 25 مليون يأخذوها نعم، يدخلوها في موقفات إعلامية ونعطي مساحته التي يستحقها. طبعا هو هذا من الطرائف التي تقال يعني أن صانع الدعاء البروباغاندا المناوي المضادة يشتغل على مدى سنة بالكامل، لما تجي زيارة الأربعينية باوع فيقول له عاد احنا اللي اشتغلناه شنو، ما بين له يهدم كل ما يتم على أي حال. ضيوف الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ سوية مقطع من مقالنا الآخر الذي حمل عنوان حدودنا حسينية ليست جغرافية، الكاتبة لقاء الصالح. فالحسين عليه السلام لجميع المسلمين وللإنسانية أجمع، ولا تحده حدود، ولم يكن يوما حكرا لفئة محددة، والاستهزاء بزواره ما هو إلا استهزاء بشخص الإمام المعصوم. ومن المؤسف أن نرى كل عام بعض المشاهد المحزنة من بعض الفئات الضالة كالبعثية والنواصب والتشرينيين وإلى آخره، الذين يتعمدون الإساءة والانتقاص من الزوار. لذلك يجب إيقاف هؤلاء الحمقى وردعهم، لأن أقصى درجات الانحدار الخلقي هي الإساءة للضيف، ولا يمكننا التهاون بهكذا تصرفات حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فهم لا يمثلون أنفسهم وحسب، بل يمثلون أخلاقيات أمة كاملة وإساءة لسمعة الشعب وكرمه واستنزاف لعراقته. مرحبا بكم، أجدد ترحيبي بضيوف الأكارم، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ صباح، انطلاقا من عنوان الحلقة الحبل السري بين حرق المصحف الشريف في أوروبا والهجمات التي شنت تجاه أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ شنو؟ منو؟ شكو؟ يعني هم أرادوا أن يفرقوا ما بين يعني الثقلين، كتاب الله وعترتي على بيتي، يعني أرادوا أن يمزقوا لحمة يعني قوية ما بين القرآن وما بين آل بيت محمد. عمدوا إلى ضرب القرآن وحرقه، ثم عمدوا إلى تشويه سمعة زوار آل بيت محمد لكي يحاول أن يفصل ما بينه. ولكن هم لو 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 لم يكونوا كما تفضلت وكما تفضل ضيفك الكريم، لو لم يكونوا حمقى لما لركزوا على حديث الإمام عندما يقول وإنهما لن يفترقا، أي مهما أنت وضعت العوامل الفرقة فلن يفترقا. ولهذا عندما شاهدنا الفعاليات في أربعينية إمام الحسين بين الحرمين، كيف رفعوا لافتات عظيمة كان على شكل مصاحف وعلى شكل القرآن، وكيف أن الزوار أيضا رفعوا القرآن سواء في العاشر من محرم أو في أيام الزيارة أو حتى في المجالس الحسينية لكي يوصلوا رسالة أخرى إلى الناس ويقولوا لهم بأن كتاب الله وعترة آل بيت محمد هم العصب الذي نحن نتمسك به، وهم القوة التي نحن نستقي بها. لهذا هم عندما أرادوا أن يفصلوا ما بين القرآن وما بين أهل البيت، يعني الله سبحانه وتعالى كما قال يعني يقول يعني الكثير من المنافقين أو من يعني من الذين كفروا كيف أنهم يريدون أن يحطموا دين الله، قال والله متم نوري ولو كره الكافرون. يعني ما بدي أعتمد قدر أحد تسوون، ما راح تقدرون. هذه أيضا يعني كلمة والله متم نوره هي نفس كلمة زينب سلام الله عليه، مستوحاة من كلمة زينب، قال والله لن تمحو لنا ذكرنا ولا وحينا. إذن ذكرنا أهل البيت ووحينا هو القرآن، بالنتيجة ما تقدروا لهم يعني قد ما تعبون في هالمجال، أنتم من الصعب ومن المتعذر أن تقوم بهذا التنزيل. أنا يعني أرجع إلى نقطة ذكرها ضيفك الكريم عندما قال بأنه كل القوى الاستكبار وظفوا الإمكانيات وصنع التغييرات المفاهيمية أو الحرب المفاهيمية
وكذلك الحرب الناعمة. كان كلها فقط أنا بودي تركز لي على الحرب الناعمة. لأنه أكو نقطة ذكرها ضيفك أستاذ كاظم كلش نقطة مهمة. هم عمدوا إلى المفخخات وإلى القتل وإلى الاغتيال، ولكن وجدوا بأن هذا العدد ضخم جدا، الأعداد الضخمة، المجتمعات ما ممكن أنك تصفيهم عن طريق القنابل النووية أو القنابل الكبيرة، يعني أكثر من هيروشيما وناكازاكي. خوش قد كتل من عندهم هم ما قدروا يخلوا اليابان دولة ضعيفة. أصبحت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أقوى دولة، وهي حاليا أقوى عملة وأقوى دولة في العالم بدون منافس، ولكنها لا تريد أن تخضع للحروب. ما الذي جعلها؟ لأنها هي ابتعد، لأنها هي استطاعت أن تقاوم الحرب المفاهيمية وتمسكت بالتقاليد الموجود عندها. نحن من تقاليدنا أن زيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين، تعتبر جزء من الموروث الشعبي الذي عندنا، باعتبار أنه الناس يقولون هاي الزيارة دائما. شلون مثلا يقول صينية زكريا مثلا أو صوم زكريا، هو موروث شعبي لكن دخل في موروث ديني. زيارة الإمام الحسين هو جذور دينية، أخذ المديات الشعبية وبقت الاستمرارية استمرارية عقائدية. يعني على سبيل المثال، من تقول له الواحد، تقول له شنو الهدف من زيارة الحسين؟ يقول أنا أريد أعزز علاقتي مع أهل البيت، وأنه الزيارة بأجر وثواب. هذا يأخذ من كلام، يقول من خرج من بيته يريد أن يزور إمام الحسين، وجعل الله له في كل خطوة حجة وعمرة. يعني بحيث هذا يفاجئ الإمام، يجي يقول الإمام، يسأل أحد الأئمة عليهم السلام، أعتقد الإمام الصادق، يقول له حجة وعمرة، يعني متعجب. قال حجتان وعمرتان، قال له حجتان وعمرتان، قال له 10، لحد ما وصل للألف. يعني بما معناه أنت جد متلح وياه، أنا راح أكثر العدد، لأنه يعني الحسين هو ليس أنت. لا تستغرب من زيارة الإمام الحسين. هذا من يسمع بالموروث الشعبي هذا الشيء، يقول لك أني إذا عندي فد متكئ، أني قد ما أصل إلى بيت الله الحرام، قد يمكن صعب أن أصل إلى بيت الله الحرام، أصل إلى الحسين سلام الله عليه، اللي هو أيضا باب من أبواب الله، باب رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني صار ممازجة ما بين الإرث. أنا أستحضر بعد إذنك، أستحضر قول واحد من مشايخ الوهابية الذي قال بأنه لولا زيارة الحسين لتمكننا من اختراق أشياء. طبعا هم ليش أقول لك، هسه هم حاليا أغلب البلدان، خلينا نقول بعض الدول الخليج، يعني متعجبين انه السعوديه ما تتحمل مليونين زائر، العراق يتحمل لي 22 مليون، وكربلاء يعني هذه هالقد، ويعني معادله صعبه انت من تخليها. يعني والله ذاك اليوم احد الاشخاص بالرياضيات، وهو رجل يعني واعي وبالمواقع التواصل الاجتماعي، قال يا اخي خضعنا القضيه الى الرياضيات، لقينا الدوله راح تنهار غذائيا واقتصاديا. ايش بدا بقلاص مي، قال خلينا نحسب القلاص مي، باليوم الزائر يشرب ثلاث قلاصات مي، انت على مدار 22 ثلاث قلاصات اضربه في ايش قد؟ في 22 مليون، رقم رسمي، طلع رقم ضخم جدا. في 15 يوم قال معناه هذا جففنا نهر دجله والفرات. لكن الله سبحانه وتعالى وين انطى هذا اللطف الالهي اللي ما ممكن ان ينقاس الى المقاسات الرياضيه او الارقام، لكن هناك ارقام سماويه ممكن هي اللي سيرت هذه الامور ولو كره الكافر. احسن الله يعني. استاذ كاظم، ثمة من يرى ان زياره الاربعينيه والاسلوب الفريد الذي تجري فيه السير على الاقدام، هذه المسافات الشاسعه، يعني لعل في العراق ابعد نقطه ربما الفاو، والناس تجي دون نصب، دون تعب، دون يشعر انه مقصر بحق الامام الحسين صلوات الله عليه. ثمه من يرى ان هذا يعد تمرينا لمنتظري الظهور المبارك. ترى هل ان الجهد المناوئ لهذه المسيره ايضا يعد تمريرا لمناوئي الظهور المبارك؟ يعني الامر تعدى الفاو حقيقه على مستوى، نعم، لا انا قلت بالحدود العراقيه عذرا، يعني عراقيا، نعم، من الفاو، نعم، لكن نعم في هذه الزياره والا من الهند ومن الصين، من افغانستان، نعم، من باكستان، من ايران حقيقه، عفوا، بعضهم رحلته استغرقت 4-5 أشهر. صحيح، نعم، احسن، نعم. الحقيقه الزائر عندما يذهب باتجاه هدف محدد، هذا مهما كلما كان الإيمان بالهدف الروحي عميق، كلما كان الجهد وبذل الجهد في سبيل الوصول إليه وتحقيقه أكثر. وهذه نقطة مهمة حقيقة جدا في فهم فكرة الزيارة. نعم، أنه الإمام سلام الله عليه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإمام الحجة أكيد يرى وينظر لهذه الجموع، وأكيد أن الرسالة الإلهية في أن يكون هناك منقذ لهذا العالم
يحتاج إلى أن يكون هناك معسكر يتم فيه تدريب الناس. نعم. ليس فقط من أجل وقت الظهور، وإنما النقطة التي نتحدث عنها محل النقاش من أجل مقاومة الهجمات التي توجه إلى هذا المعسكر، رغم أنه معسكر مختلف الجنسيات متعدد الجنسيات، وهو دليل قاطع على أن الحدود التي رسمت ما هي إلا حدودا وهمية، والدليل على أنه الزائر الباكستاني عندما يقطع الحدود الباكستانية الإيرانية ومن ثم الإيرانية العراقية هو لا يعترف بها، وكذلك بالنسبة لباقي الجنسيات. لذلك سيد الفاضل، مسألة أن يكون هناك تمرين روحي لكل سنة في زمن محدد وهدفا محدد وزيادة في العقيدة ومحاولة إثبات الذات بالنسبة للزائر على أني موالي، أني ولائي لمحمد وآل محمد عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأني مستعد لأن أو أنا عندما أخرج أودع أهلي على أني ممكن أن لا أعود، وهذه حالة نادرة. نعم. حالة نادرة جدا. أنا متعرض لإرهاب، أنا متعرض لمخاطر الطريق، كلها برمتها استثناء، كلها استثناء. نعم. إذن أن تصل إلى هذه المرحلة من التضحية، هو الذي يخشاه الآخر، هو الذي يخشاه الآخر. ولذلك أن نجدد العهد كل سنة على أننا متمسكون، مؤمنون، عقائديون، ولائيون لمحمد وآل محمد عليهم صلوات الله يا جماعين. هذا ما تفضلتم به قبل قليل هو تهديم ليس لعمل سنة، وإنما لمستقبل قادم، لمستقبل تقويض قادم، تقويض للأهداف التي يرسمها الاستقبال. هو يعمل على أن يوصلك إلى مرحلة اليأس، أو على أقل تقدير أن يوصلك إلى مرحلة التشكيك بالزيارة. ونحن نعتقد كمسلمين كمؤمنين أن الإمامة أصلا من أصول الدين. نعم. وعندما يستهدف الإمامة هو يستهدف التوحيد. بالضبط. لا يستهدف الإمامة لأنها إمامة، الدين بالكامل يعني. هو يستهدف التوحيد. وبالتالي إيصالك إلى مرحلة الشرك. ديكارت. نعم. عندما قال أنا أشكك إذا أن إذن أنا موجود. نعم. هو مؤمن، مؤمن بوجود الخالق، لكن من أخذ منه كفر بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يصل يريد أن يوصلك إلى مرحلة التشكيك. بالمقابل هذا الفعل الذي نراه، هذا الفعل المليون الذي نراه، يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى زرع التشكيك في نفس المخطط المعادي. تنقلب الآية يعني. تنقلب الآية بلطف الله سبحانه وتعالى. نعم. ويوصله إلى مرحلة اليأس. لذلك نرى في كل سنة أن هناك زيادة في الهجم، لأنه تقريبا يأس. كل الذي يفعله لمدة 10 أشهر 11 شهر يأتي في 20 يوم يهدم بصورة كاملة، يهدم بصورة كاملة. لذلك هذا التمرين الرباني وهذه الحالة التي نراها عند يعني في زيارة الأربعينية، عندما ترى للحالة تعتقد أن المدينة الفاضلة، فكرة المدينة الفاضلة تطبق في زيارة الأربعينية فعلا. يعني تجد 25 مليون زائر، وهي أكثر من تعداد بعض الدول بكثير، لا حالة سرقة، لا حالة اعتداء، لا حالة مثلا فشل، لا حالة قصور طبي، لا حالة أمان. الأمان الذي يحدث في هذه هو فعلا تطبيق عملي للمدينة الفاضلة، وهو ما تفضلتم به هو تمرين للوصول إلى المرحلة القادمة التي يسعى إليها الإسلام، وهي أن يكون هناك ظهور للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. نعم. وعندما تسير المرأة من العراق إلى الشام آمنة مطمئنة، هو ما يحدث الآن. نعم. في زيارة الأربعين. نعم بالضبط. لذلك سيدي فاتة مهمة. نعم. لذلك تطلع المرأة من البصرة قاصدة كربلاء في كل أمان، في كل اطمئنان، في كل نعم. أمان. نعم. وليس أمان، حماية. نعم. وتوفير كل المستلزمات. نعم. كل المستلزمات. إذن هنا مكمن خطورة زيارة الأربعين. لذلك قيل يا أستاذ كاظم، قيل أن هناك مراكز بحوث ودراسات تتعلق بموضوعة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه تكرس كل جهودها من أجل يعني إيجاد السبل التي تزعزع ثقة الناس بعقائدهم. سنتم. لذلك هذا هسه ليس على مستوى الزائر. أنت لماذا الزيارة تزداد؟ نعم. هذا السؤال الذي سؤال مهم. لماذا الزيارة في كل سنة تزداد؟ نعم. بدأنا من 3 مليون. نعم.
وتصاعدا الى وصلنا الان المعلن 22,600 وكسر، لكنه يتجاوز ال 25 مليون. نعم. فعلا وواقعا أكيداً أكيداً. لان الزياره استمرت بعد أكيداً. يوم الأربعين. لماذا هذا الامر يعني حقيقه ليش كل سنه يزايد هذه الاهميه بالنسبه يزداد كل سنه؟ لانه المشاهد البعيد الذي لا يشارك بهذه الزياره حاله الشك اذا وجدت او حاله العجز اذا وجدت او التكاسل اذا وجد هو يحفز بالمشاهده التي يراها من خلال الشاشه يحفز. والتحفيز الثاني الذي تحدثنا عنه ان هناك 25 مليون زائر، 25 مليون صحفي، 25 مليون اعلامي، 25 مليون متحدث باسم الحسين سلام الله عليه. فهذا من يرجع ويتحدث ويقول لم نعطش ولم نجوع ولم نتعب، والخدمات التي يتحدثون عنها خدمات خيالية. نعم. يعني فعلا. يعني مو فعلا. مو حالة عملية، مو حالة دنيوية فعلا. هذا ينتظر الأربعين القادمة لكي يشارك، ليجدد، ليكون جزء من هذه من هذا التمرين الرباني. لأنه أيضا يعلم أن الحج عجل الله فرجه الشريف بلطفه برعايته راعي لهذه الزيارة وربما يكون متواجد بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الحالة وأن يلتفت أصحاب القرار لتوفير المستلزمات وأن يبعد الزيارة الحسينية عن مسألة السياسة وعن التأسيس وعن الأمور الأخرى التي ممكن أن تكون نقطة ضعف. إحنا حقيقة نحاول أن ننحو باتجاه التفسير السياسي للممارسة الشعائرية. لا شك. نعم. لا شك. لا شك. نعم. أستاذ علاء. لأنه في الأقل ما ورد عن المعصوم صلوات الله عليه وسلم يقول أن ديننا عين سياستنا وأن سياستنا عين ديننا، ولكن لا فصل بينهما. الشهيد المدرس رضوان الله. نعم. تعالى عليه. نعم. عندما سئل قال ما هو دينكم وما هي سياستكم؟ قال ديننا عين سياستنا. نعم. وسياستنا. نعم. عين ديننا. نعم. وهذه الالتفات التي. نعم. تفضلت بها. نعم. هي أنه دليل قاطع على أن الإمام الحسين عندما ثار وخرج لم يكن لهدف ديني فقط وإنما لهدف سياسي أيضا. والسياسة هنا إذا سمحت لي قضية جوهرية ليس فقط يعني. سياسة دنيوية. نعم. نعم. وإنما سياسة بالبعد. نعم. الآخروي. نعم. نعم. لذلك. نعم. نجد. نعم. أن من يذهب باتجاه محاولة فصل الدين عن السياسة أيضا يفشل مخططه في زيارة هذا الأربعين. فيه حديث طويل أستاذ كاظم. على أي الأحوال أستاذ كاظم، الأستاذ صباح، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي نقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان إلى زوار وضيوف الحسين عليه السلام لن يضر السحاب نباح الكلاب، الكاتب علي السراي. وكما هو متوقع فقد بدأنا نسمع فحيح الأفاعي ونباح الجندر ومشتقاته ومرتزقة تشرين والاستكبار العالمي وحبائل الشيطان من مومسات البعث وبنات الرفيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينفذون أجندة خبيثة وينفثون سمومهم بكل الطرق والأساليب القذرة التي تدربوا عليها في السفارة وغيرها، ظنا منهم أنهم سينالون من قدسية ورمزية ومكانة هذه الزيارة العظيمة ورسالتها السامية، وذلك بإساءتهم إليها وإلى ضيوف وزوار الحسين عليه السلام، لكنهم خسئوا ولعنوا. فلن يضر السحاب نباح الكلاب، ولعنة الله على أعداء الحسين من البعثيين الجبناء والمجندرين ومرتزقة ومومسات وكلاب وقض وقضيد الاستكبار العالمي. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، والأستاذ كاظم الحاج الكاتب والباحث في الشأن السياسي. ضيفين كريمين إن شاء الله. أستاذ صباح، أريد أقتبس ابتداء ما قاله الإمام الخامنئي دام ظله، كان الشيعة بحاجة إلى مؤتمر عالمي يرون بعضهم بعضا فيه، وقد حدد الأئمة هذا المؤتمر العالمي، الموعد هو يوم الأربعين وأرض المشاركة كربلاء، لأن روح الشيعة كربلائية ونبض يوم عاشوراء مشهود في أجسامهم. هذه الجهود التي تحاول أو تسعى إلى تشويه هذه الشعيرة،
يعني ما أعرف مستحيل أنهم يشوهوا هذه الشعائر. نعم يشوهوا لكن يقتلوا لا يقتلوا. لنتحدث عن مفهوم المؤتمر. أولا العراق اليوم العراقي هو قد توج بأنه سمي بشعب الحسين ليس لأن الحسين دفن فيه فحسب بل أنه أصبح هو خادم لخدام الحسين. لهذا هذه الهوية العظيمة عندما سمي العراق بشعب الحسين هذه وحدها ممكن أن تعتبر تاج على رأس كل عراقي يفتخر بأنه أصبح هذا الاسم شعب الحسين. لأنه ما أدري أنت استمعت أو طلعت لقول هذا الزائر الذي يقول أن الأئمة صلوات الله عليهم فعلا اختياراتهم ربانية لأنهم عرفوا أين يقيمون. نعم نعم ولهذا يعني صرخة الإمام الحسين في بيداء كربلاء عندما قال ألا من ناصر ينصرني 22 مليون ناصر عراقي ظهر حفز البلدان العالم بأنهم يناصروا حفز كل بلدان العالم بأن يتهيئوا لمؤتمر عظيم أكبر مؤتمرات العالم ممكن أن تكون بأعلى نقطة ممكن أن يكون 2000 شخصية 3000 شخصية على وجه التحديد وإذا قلنا بأي ممكن 3 أيام لكن أن تتحدث لمؤتمر حسيني لأيام وأسابيع ولرقم 25 مليون وبدون أي استعدادات وبدون أي إعلان وبدون أي شيء هم يتهيئوا. النقطة العظيمة في مسألة المواكب الحسيني وفي مسألة زيارة الحسين وجود اللطف الإلهي هو الذي يرتب الأمور هو الذي يجعل من هذا الإنسان كما ذكر الأستاذ كاظم يتصرف بأسلوب وطريقة أهل المدينة الفاضلة يعني عندما تكون لديهم عملية العفو وغيرهم الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث في قوله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وانهى عن الجاهلين هذه عملية العفو ما ممكن تجدها في الأيام الاعتيادية تجد العفو موجود زائر حسيني إيراني يبكي في إحدى الفضائيات ويقول أنه أنا رجعت بسيارتي فدهست ابن صاحب موكب قتله يعني عمره سنتين يقول عفى عني أنا شخصيا قلت يعني لتكن عملية العفو ليس في إطار أيام الأربعين فقط بل ينتقل إلى التطبيق العملي فيما بعد الأربعين يعني هذا الرجل الذي يأتي إلى الفصل العشائري ثم يقول أن الخاطر الحسين والخاطر العباسي فأول شيء يخلي العفو ويتذكر أنه كان هو كشيخ عشيرة أو غيره أو وجيه من الوجهاء كان من خدام الحسين وأنا رأيت بعض شيوخ ووجهاء العشر هم يدلكون أقدام الزوار أنا أقول لهذا الإنسان لهذا الشيخ الذي هو تشرف بهذا المكان عندما كنت خريج لهذه المدرسة فمن المعيب أنك في الأيام الاعتيادية تقول والله عمامنا وخوامنا لا يفترض أن تقول الحسين والإكرام للحسين حتى تعلو مقامك في نفسك ومع الله وعند الإمام الحسين لا نريد فقط أن تكون نجاحاتنا في هذه المدرسة تحديدا علينا أن ننطلق بالنجاحات إلى الأبعد إلى الواقع العملي نكون حسينيين في كل الأماكن لعندما نتعامل بطريقة طريفة وجميلة مع الزائر مع القادم من البعد علي أن نتعامل بنفس الكيفية مع أسرتي وعائلتي وأبنائي ومع جيراني عندما أتعامل بكل إخلاص بالعمل في هذا الموكب أو ذلك الموكب وأنا موظف في دائرة حكومية علي أن آتي بنفس الإخلاص الذي كنت في المواكب في دائرة الحكومية وكذلك بالنسبة للسياسي تجاه وطنه وكذلك بالنسبة للعامل في أثناء عملي وكذلك كل هذه الصفات يجب أن تكون هذه الممارسات عندما تمتد لمسافات بعيدة أبعد من حدود كربلاء وأبعد من حدود الأربعينية ستكون فعلا تأتي بثمارها وبثمار جيدة وتكون هي النقطة الحقيقية التي يعني يؤكد تؤكد عليه الروايات وكذلك قول المعصومين. أستاذ كاظم أكو مقال يعني أنا شخصيا وجدته مقال مهم كتبه في هذا الموضوع الكاتب سلام عادل يقول فيه ما تجدر الإشارة إليه هنا هو مفهوم الأغلبية الشيعية في جغرافيا الشرق الأوسط الذي جرى تغييبه عن قصد على مدار الحقب التاريخية على الرغم من كونه واضحا من الناحية العددية للسكان والأكثر وضوحا الحضور الفكري والثقافي والسياسي لمخرجات المدرسة الشيعية ليش هذا التغييب؟ ابتداء سيدي الفاضل بدأنا الحديث في المحورين المتصارعين نعم وحتما لكل محور أدواته وأدوات المحور الغربي الذي يذهب باتجاه حكومة الشيطان الآن واحدة من عندها طبيعة الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية وربما نتفق أن أغلب الأنظمة الموجودة الآن في الدول الإسلامية بغض النظر عن قوميتها هي تتبع الغرب بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة وعندما يكون هذا النظام
بهذه الصفة بصفة التبعية لهذا المحور، فإن أينما يوجد توجه أو فكر أو تطبيق للمحور الآخر الحكومة الإلهية هو يتصدى له ويقمعه ويحاول أن يضيق عليه. ليس فقط الأغلبية على المستوى الجغرافي، نعم تحدثنا عن الإرادة واللطف الرباني، لا الإشارة جدا مهمة، تجد في موضوعة الجانب الفكري والثقافي، تجد نعم تجد ترى هل لأن طبيعة الثقافة الشيعية طبيعة ثورية، تجد أن أتباع أهل البيت سلام الله عليه يتواجدون في المناطق التي فيها الثروات والخيرات، نعم سبحان الله، وهذه ليس اختيار إنساني، الله سبحانه وتعالى، كما حدث في جبل عامل عندما تحول المنفى إلى قوة إلى نقطة قوة ترهب العالم الآن. شخص تم نفيه من حكومة أو من خلافة جائرة من أجل التخلص منه، لا يعلمون أن هناك من يدبر لمستقبل هو يعلم به سبحانه وتعالى، تقدير إلهي دون شك، ومن ثم تحول هذا الشخص المنفي إلى أمة حزب الله ومواجهة الكيان الغاصب الذي فيه بعد ووعدا إلهيا. نعم. فهنا سيد الفاضل مسألة الرقعة الجغرافية والأغلبية حتما أنها لا تبعد عن اللطف الإلهي ورعاية الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. لذلك عندما تجتمع هذه النماذج التي تمثل هذه الأغلبية الشيعية وأن يكون لها مؤتمرا في كربلاء في كل سنة، نعلم جيدا أن لكل مؤتمر أجندة وهناك أهدافا أساسية وهناك مخرجات، وبالتالي هذا المؤتمر الذي يحدث في كل سنة في كربلاء واحدة من أهم مخرجاته هو الإصرار والثبات على أن تكون هذه الشعيرة عنوانا للإيمان بأهل البيت سلام الله عليهم، وتجديدا للعقيدة والبيعة لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، وصولا إلى الحفاظ على الركن الخامس من أصول الدين وهو الإمامة، والذي هو يؤدي إلى أن يكون هناك إيمانا بالأصل الأول وهو التوحيد، وهذا برمته هذا المؤتمر بهذه المخرجات يؤدي إلى أن يكون هناك إيمانا بأن هناك حكومة إلهية وهناك بعد أخروي. لذلك المؤتمر الذي أشار إليه سيد الخامنئي بهذه التوجهات بهذه الأهداف لا تعطي فقط أن هناك أغلبية موجودة ربما محاربة ربما مظلومة ربما مقموعة، لكنها تعطي على أن الإسلام لا زال فتيا، وأن الإسلام بأركانه بأصوله بأصول الدين لا زالت الأغلبية الشيعية متمسكة بها، وهذه المخرجات التي تكرر كل سنة حتما أنها تؤدي إلى عملية تنمية وتطوير في كيفية ممارسة الشعيرة وفي كيفية الحفاظ عليها وفي كيفية زيادة عددها وفي كيفية زيادة خدمة الزوار. لذلك سيد الفاضل اللطف الإلهي واحد من أهم الأسباب التي تدفع أن تكون هذه الزيارة مستمرة وناجحة ومباركة. لذلك ما أشار إليه الكاتب في أنه عندما نجد أن هناك زيادة نوعية، بمعنى أنه في الدول التي تعارض أهل البيت سلام الله عليهم، عندما نجد أن هناك زيادة في الزوار من هذه الدول إلى كربلاء هو نتيجة هذا المؤتمر، نتيجة التلاقح الفكري، نتيجة معرفة التجربة السابقة. نحن في زمن الطاغية لعنة الله تعالى عليه، عندما نذهب إلى الزيارة الأربعينية أنت مواجه لنظام صدام، أنت مواجه لنظام صدام بهذه الحالة، وبالتالي عندما تنقل التجربة إلى زائر في نفس ظروف الحكم هو يزداد يقين، يزداد جرأة، يزداد شجاعة، ويأتي ليطبق هذه الشعيرة، وهذه واحدة من بركات الزيارة. ولذلك نزعم أن من مسؤولية أتباع أهل البيت بل مسؤولية العراق، لأننا اتفقنا على أن هذه الشعيرة لم تعد خاصة بالشيعة أو بها، بل هي للسني والكردي والمسيحي والصابئي والعراقي والإيراني والسعودي وحتى الأوروبيين، ولذلك ينبغي أن نتعامل معها بمسؤولية في تعضيدها وإبعاد الشوائب عنها. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية، أقرأ لكم
في هذا المقام رد الإمام الحسن على معاوية عندما تجاسر عليه في الكوفة قائلا: أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدك حرب، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرى وألأمنا حسبا وشرنا قدما وأقدمنا كفرا ونفاقا، أعظم الله أجورنا وأجوركم بأبي عبد الله الحسين، دمتم في أمان الله.